قالوا روح البغداد، جيت البغداد هنا هم ما يطلعوا لي، ما اعرف وين اروح. يقول الا بطاقه سكن، بطاقه سكن انا اربيل. هناك باربيل يقول ما يصير، انت عربي لازم تروح بغداد تسويها. ما اعرف انا حرت وين اروح ما اعرف. لا شنو حرت انت بالعراق؟ بعد ابن العراق موجود ما عندك بطاقه سكن ما يطلب جواز، لازم نحل لك اياها المشكله هسه. المالكي حمل تلك المشكلة إلى مدير السفر والجنسية فأمر بحل طلاسمها المستعصية منذ عدة أيام وفق ضوابط القانون. قالوا إحنا عرب وساكنين بأربيل، وبأربيل قال لهم أنتم عرب كنتوا تروحون منك، طبعا هذا غلط لأنه هو عراقي وين ما يكون، لكنه هنا أنتم قايلين إلا تكون تجيب بطاقة سكن. يقول أنا ما عندي بطاقة سكن هنا. هو شلون نساعدهم دول اثنين؟ نعاونهم بس الجواز عادة الجواز يصدر على السكن. يعني وين سكن؟ بس هذا شلون؟ سكن باربيل ودول الجماعة هذا شكل يفكرون. هم طبعا هسه مراجعين فراح ننظر. والله لو شوفوهم دول بس حتى يساعدهم. بعد حلها راح يكمل جولته بين مكاتب هذه المديرية للاطلاع على سير عمل موظفيها والخدمات التي يقدمونها للمواطنين. المالكي اضطر للوقوف مجددا في أحد أقسامها للاستماع إلى مشاكل جديدة تواجه المراجعين في هذه المديرية، منها من تبحث عن حل منذ أشهر وأخرى منذ سنتين أو ما يزيد بقليل. أنا موظف هنا بالدار. أي. طالب ماجستير ومن عوائل الشهداء، وصار معاملتي صار من فوق السنة وكيف هو وافق لي على الدراسة. أي. شوف شنو؟ معامل هسه ماكو، أنا راح نقدمون للوزارة مقدمين له طلب ورفعناها. رفعتوها للوزارة؟ رفعناها للوزارة. شنو تأيدون؟ احنا اي نعم وافقنا السيد العام. ان شاء الله تأيد هسه انا اسوي معامل بالوزاره الاداريه. اي الاداريه الداخليه الاداريه. بس يكون تدرس صدق، مو تروح تحجز لك مقعد، يكون تتخرج وتخدم. وذكر المالكي موظفي وضباط هذه المديرية بإنجاز المعاملات بمرونة دون تأخير مع حسن الضيافة وتوفير المكان اللائق للمراجعين، كما لوح بعصا القانون للعابثين بالمال العام والمفسدين والمتلاعبين بتزوير الأوراق الثبوتية والتي قد تستغل من قبل المجاميع الإرهابية بغية تنفيذ عملياتهم الإجرامية داخل البلاد.